مثل ما كان افراد فرقه الاقليميه الدرك الوطني بالرميله مجموعه خنجله من وضع حد لشبكه اجراميه متكونه من 4 اشخاص. اسفرت العمليه على استرجاع 50 رأس من الغنم سلالة محلية وتوقيف أحد عناصر هذه الشبكة، في حين يبقى 3 أشخاص في حال فرار. بعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية اللازمة سيتم تقديم مشتبه فيه لدى الجهات القضائية المختصة إقليميين.